الثامنة والنصف مساء بتوقيت سوريا. أهلا بالأصدقاء المستمعين. الأمم المتحدة يعني كنا نرافقهم هناك. موجز جديد من الأخبار السوريالية. أربع غارات جوية. ما التفاصيل؟ كنت معنا من الغوط. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في موجز جديد من أخبارنا السوريالية، معي أنا مازن من وراء المايك. والبداية من العناوين. باراك أوباما اللي ما بيحسب ما بيسلم. سوريا تكافح الإرهاب بالرقص والدبكة والغناء. كوريا الشمالية تعطي شهادة الأيزو للحكومة السورية. أهلا بكم. موجز أخبار سوريا، للحقيقة معنى آخر. أقر رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما بأن استخبارات بلاده أخطأت في تقييم خطر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وقال يعني بصراحة الشباب فاجأونا، يعني تفاجأنا وما كنا متوقعين هيك منوب. وأردف أوباما يعني بصراحة ما حدا كان متوقع أنه تدهور الوضع الأمني بسوريا وارتكاب العديد من المجازر بأكثر من منطقة وحصار المدنيين وتجويعهم وتشريد ملايين البشر وفوضى السلاح وإعدام الدعم رح يؤدي للإرهاب، يعني ما توقعنا. واعتبر أن فرص نجاح الحملة على التنظيم في العراق أكبر منها في سوريا، معتبرا أن مقاتلي تنظيم القاعدة القدامى الذين طردتهم الولايات المتحدة والقوات المحلية من العراق تمكنوا من التجمع في سوريا ليشكلوا تنظيم الدولة الإسلامية الجديد الخطير، الأمر الذي لم يكن في الحسبان، يا سبحان الله. وقال مسؤول في البنتاغون هالمرة أكيد أخذنا القصة جد، وعن جد رح نحط خطة للقضاء على تنظيم الدولة، يعني تحسبا شنو اللي ما بيحسب يعني ما بيسلم. تابعت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قصفها لقوات تنظيم الدولة الإسلامية في الشمال السوري ملحقة أضرارا جسيمة في جسم التنظيم، في حين زادت فرنسا من حجم طائراتها في الحملة على التنظيم في العراق، وبقيت تركيا على دفة الاحتياط. وبهذه المناسبة أقامت وزارة السياحة حفلا فنيا في دار الأوبرا أو ما تعرف بدار الأسد للثقافة والفنون في العاصمة دمشق احتفالا بيوم السياحة العالمي. وتضمن الحفل عرض أفلام وثائقية عن السياحة في سوريا ومقوماتها وأثار الأزمة على المواقع الأثرية والسياحية، كما عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان سوريا بتضلك عروس، إضافة إلى معزوفات موسيقية وأغاني وطنية. وقال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والإعلام الدكتور خلف المفتاح إن الشعب السوري قادر على العطاء والإبداع والإنجاز والغناء والرقص والدبكة ومواجهة الإرهاب التكفيري في وقت واحد. تقديرا من القيادة السورية الحكيمة لتضحيات شهداء جيشنا البواسل الذين استشهدوا في سبيل عزة الوطن وكرامته وأنفة قائده الزعيم القائد الدكتور بشار الأسد، كرم فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي 400 أسرة شهيد من طرطوس وصافيتا ومشت الحلو. ووزع الرفيق الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال شهادات امتياز ومرحة وبعض الجوائز العينية المعنوية، أي بدون عنزة أو تيس، لذوي الشهداء الأبرار الذين عبروا بدورهم عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة السخية والمحترمة، مؤكدين أنهم لا يشعرون أبدا بأن تضحيات أولادهم غير مقدرة كما يجب عند الدولة لا سمح الله، وأن لديهم الاستعداد لتقديم المزيد والمزيد من التضحيات فداء لسيادة الوطن وعزته وأمان قائده.
التقى وفد حكومي سوري مع مبعوث دولة كوريا الشمالية والتي يطلق عليها الإعلام الرسمي السوري كوريا الديمقراطية، وتباحث الوفدان خلال اللقاء إمكانية تغيير اسم سوريا إلى الجمهورية العربية السورية الديمقراطية أسوة بالقدوة وحاملة شعلة الديمقراطية والعالم الحر كوريا الشمالية. ونقل الوفد الكوري أثناء هذا اللقاء فرح وغبطة سعادة القائد الأعظم الزعيم كيم جونغ أون من حالة الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام في سوريا. وعبر الوفد عن ارتياح القائد الأعظم بأن سوريا تتخذ من كوريا الشمالية الديمقراطية مثالا يحتذى به، وأن الحكومة السورية على الطريق الصحيح. وتطرق الجانبان إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الكورية الشمالية ومساهمات خبرات مؤسسات المجتمع المدني الكوري في المجالات كافة الصحية والصحفية والفنية والإبداعية. كان هذا موجزنا من الأخبار السوريالية لهذا الأسبوع، أخبار أكيد بعد سنة وشوي من هلا. انتظرونا واسمعونا على موقعنا سوريالي.com. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014.